منتصف يونيو حزيران من عام 1971، وبتكليف من القيادة الإسرائيلية، قرر جهاز الموساد إرسال أحد كبار ضباطه في مهمة عاجلة إلى اليمن. قبل أن يغادر اليمن بيوم واحد، وقع بالصدفة في قبضة ضابط يمني برتبة نقيب، الذي بدوره سلمه إلى الجهات الأمنية. كاد الجاسوس أن يفلت من قبضة السلطة وبشكل رسمي، لولا تدخل نائب القائد العام للقوات المسلحة. في هذا الفيلم الوثائقي، نكشف بالوثائق والاعترافات الغموض الذي ظل يحيط بقضية أخطر جواسيس الموساد في اليمن، وكيف دفعت عملية القبض عليه الكيان الإسرائيلي إلى استنفار قواته وإرسال مجموعة مسلحة إلى صنعاء لإنقاذه أو تصفيته، قبل أن يعترف بكل ما في جعبته من أسرار ومعلومات، من خطة الضربة العسكرية التأديبية لليمن وتدمير ميناء الحديدة، وتقاريره عن المجتمع اليمني من قبائله والتزامه الإسلامي إلى مكونات السلتة وبنت الصحر، ومن أسرار البرنامج النووي الإسرائيلي وهيكلة الموساد وحجم الجيش الإسرائيلي، إلى أهمية باب المندب واليمن بالنسبة للكيان الإسرائيلي. جاسوس الموساد في اليمن. أثناء مرورها في منطقة باب المندب، تعرضت ناقلة النفط كورال سي الإسرائيلية للاستهداف. في تلك الفترة نفذت المقاومة الفلسطينية عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه خارج فلسطين، غير أن عملية باب المندب كانت أخطرها. خلال رحلة البحث والتقصي، تمكنا من الوصول إلى وثائق العملية التي تكشف لأول مرة في هذا الفيلم الوثائقي. من الدائرة العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمر قتال. المهمة مهاجمة وتدمير ناقلة النفط الإسرائيلية كورال سي، وقد كلف بالمهمة 4 من عناصر الجبهة. تضمن الأمر القتالي تعليمات عامة حول إجراءات تنفيذ العملية ومدتها وكيفية التعامل مع أي تطورات غير محسوبة. في حال اشتداد المطاردة برا أو جوا، يكون الالتجاء إلى أقرب شاطئ عربي وتسليم النفس مع السلاح إلى الحكومة العربية الملتجأ إليها. بحسب وثيقة صادرة عن الجانب اليمني من منطقة المخاء، فإن المنفذين للعملية بعد نصف ساعة من استهداف السفينة وصلوا إلى الشواطئ اليمنية. وتؤكد الوثيقة إصابة اللانش التابع لهم في تبادل إطلاق النار وإصابة الناقلة الإسرائيلية. فور وصول أنباء العملية إلى تل أبيب، وبعد بحث ونقاش، توصلت القيادة الإسرائيلية إلى نتائج من أبرزها تكليف جهاز الموساد بالملف اليمني. تمثلت المهمة في التمهيد لشن ضربة عسكرية تأديبية لليمن من خلال جمع المعلومات عنها، الدولة والمجتمع، وكل ما له علاقة بالنشاط الفلسطيني في اليمن. الاستهداف الإسرائيلي لليمن لم يكن بسبب تنفيذ عملية كورال سي، وإن كان ذلك مجرد ذريعة فقط، كون الاستهداف بدأ منذ أن قررت بريطانيا وعلى وقع الثورة في الشطر الجنوبي الرحيل. حينها كان الكيان الإسرائيلي يضغط على لندن للبقاء في مدينة عدن، فهي من تعمل على تأمين الملاحة بالنسبة له، وتوفر له كذلك مركزا تجاريا مهما لتسويق وإعادة شحن بضائعه في ميناء عدن. فشلت بريطانيا في البقاء في الجنوب، فضغط الكيان الإسرائيلي وقتها من أجل أن يحتفظ الاحتلال البريطاني بقاعدة عسكرية، أو على الأقل أن تبقى جزيرة ميون تحت السيطرة البريطانية. وعندما أخفقت في كل ذلك، اتجهت إلى محاولة تدويل باب المندب. وقتها كانت القيادة الإسرائيلية تقول إذا سقطت جزيرة ميون في أيدي غير صديقة فقد يؤدي ذلك إلى موقف خطير. ومن هنا تشكلت استراتيجية إسرائيلية تقوم على أن تكون السلطة في اليمن صديقة لإسرائيل من أجل تأمين الملاحة. وإذا لم تكن السلطة اليمنية كذلك، فقد يلجأ الكيان إلى خيارات أخرى كاحتلال الساحل الغربي والجزر أو استخدام القوة كما سنعرف. بعد 48 ساعة من اجتماع الحكومة الإسرائيلية، قررت قيادة الموساد مصفوفة إجراءات عاجلة كان من أبرزها إرسال أحد أبرز ضباط الجهاز إلى اليمن.
بيت مغادر على باب المدف يطار ونور الدسين يدخلها بسيط يتلافي لف على الهاتيمان. باروخ زكي مزراحي الذي سيصل إلى اليمن بالغطاء التالي. أحمد سعيد الصباغ مغربي الجنسية، تاجر ألعاب أطفال وسائح يهوى التصوير. ملف باروخ في جهاد الموساد يؤكد أسباب اختياره لهذه المهمة، فهو من اليهود الشرقيين ويتقن اللهجات العربية، وملامحه لا تثير الشك في الدول العربية. الأبرز من ذلك الرصيد الكبير الذي حققه أثناء عمله في الجهاز، فلم يكلف بمهمة إلا ونجح في تنفيذها منذ أن كان يعمل في الشرطة السرية. باروخ، أو كما سيعرف في اليمن بأحمد الصباغ، كان قد خضع لبرنامج تدريبي مكثف في 3 دول أوروبية حتى أصبح أحد أبرز ضباط الموساد في تلك الفترة. زود الموساد عميله بكافة السجلات التجارية والمراسلات وكل ما له علاقة بشخصيته الجديدة من حسابات بنكية واتفاقات تجارية، وكان مستعداً بشكل كامل لتنفيذ المهمة. في 20 يونيو 1971 وصل أحمد الصباغ إلى عدن قادماً من نيروبي. رصد الحالة الراهنة فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية من خلافات السلطة بين أجنحة قيادة الجبهة القومية إلى الجهاز السري الذي كان في طور التشكل، إضافة إلى القوة العسكرية للجيش بمختلف وحداته. كان من ضمن اهتماماته رصد المعلومات المتعلقة بالتوتر مع الشمال. يقول باروخ: رأيت التحشيدات العسكرية على الحدود، وصدر قرار في عدن بالتجنيد الإجباري للعمال والطلاب، وهناك تدريبات تقام على الجبال استعداداً للحرب، وأن عدد الميليشيا المجهزة قد يصل إلى 40,000. ويقول كذلك: مما استنتجته أن السعودية لا تريد حكماً يسارياً متطرفاً على حدودها، وأنها تقف خلف دفع الشمال للحرب. رغم أن الحرب بين الشطرين كانت هدفاً سعودياً أمريكياً، إلا أنها في ذات الوقت كانت هدفاً إسرائيلياً، فكلما اتجهت صنعاء وعدن للحرب كلما كان اليمن بشكل عام بعيداً عن حقيقة موقعه الجغرافي وواجهته البحرية المتميزة التي ترى إليها تل أبيب ضمن المجال الحيوي لها. تتبع باروخ أثناء مكوثه في عدن مستوى العلاقة مع المعسكر الشرقي والتواجد السوفيتي والصيني، وكذلك النشاط الفلسطيني في الشطر الجنوبي، ورصد كافة المعلومات المتعلقة بميناء عدن قبل أن يعود في مطلع يوليو 1971 إلى المركز الإقليمي للموساد في نيروبي لتسليم تقريره عن اليمن الجنوبي. تخلصنا اليوم لما عن نوسي حشوف نوز أنوريت سيم إدخل عبرتين على الهاتمان خديدة باب المندب المخاء. نجاح باروخ في الشطر الجنوبي دفع القيادة الإسرائيلية إلى تكليفه بمهمة أخرى وفي اليمن أيضاً، فالمنطقة الممتدة من منفذ باب المندب حتى الحديدة تشكل بحسب وجهة النظر الإسرائيلية تهديداً حقيقياً للملاحة جنوب البحر الأحمر. احتلال هذه المنطقة أو توجيه ضربة عسكرية تأديبية للشمال يقتضي الحصول على كافة المعلومات المطلوبة عن شمال اليمن، فكانت المهمة التالية للجاسوس تشمل كلاً من تعز وصنعاء والحديدة. استخدام القوة العسكرية كان من ضمن الخيارات أمام القيادة الإسرائيلية، فالكيان كان يعيش في تلك الفترة لحظة الانتصار على عدة جيوش عربية في حرب حزيران 1967، وهي الحرب التي تمكن فيها من التوسع جغرافياً ليضم الضفة وغزة والجولان وسيناء، وبتلك الحرب انتقل فيه الصراع في البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه، فبدأت تل أبيب تتطلع إلى فرض هيمنتها على باب المندب من خلال التواجد العسكري بالتعاون مع إثيوبيا، وظلت خيارات التعامل مع اليمن ما بين استخدام استراتيجية الضربة التأديبية كما سنعرف أو احتلال الساحل الغربي
أو تشكيل شبكات تجسسية تعمل على استقطاب القيادات للوصول إلى مرحلة صناعة سلطة تكون صديقة لإسرائيل. وبقدر اعتماد القيادة الإسرائيلية على جهاز الموساد لإدارة الملف اليمني بالشكل المطلوب، اعتمد الموساد على باروخ زكي مزراحي الذي كان يستعد حينها للسفر إلى تعز. في 18 مايو 1972 وصل باروخ إلى مطار تعز قادماً من أسمرة. قبل هبوط الطائرة التقط عدداً من الصور للمطار، مثيراً بذلك شكوك بعض المسافرين اليمنيين على نفس الرحلة. وفي تعز جمع أبرز المعلومات عن المدينة وعن المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية قبل أن ينتقل إلى محافظة إب ومنها إلى صنعاء. من فندق يقع في ميدان التحرير قلب العاصمة اليمنية بدأ باروخ مهمته. كان الهدف بالنسبة له عدم تفويت أي فرصة لرصد الحركة اليومية من خلال النافذة. في اليوم التالي تجول باروخ تحت اسم أحمد الصباغ التاجر المغربي في الشوارع والأسواق، ورصد ما يمكن رصده من مواقع عسكرية ومقرات رسمية. كان حريصاً على توثيق معظم التفاصيل المتعلقة بحياة اليمنيين. في أوراقه عثرنا على مدونه بشأن المأكولات الشعبية، فهنا يتطرق إلى مكونات بنت الصحن وكذلك ما يعرف بالسلتة. فلماذا يهتم الجاسوس بكل ذلك؟ التزام اليمنيين بالدين الإسلامي ومحافظتهم على هويتهم أثار انتباه الجاسوس الذي يقول في أحد تقاريره: صنعاء تنام عند 10 ليلاً ولا توجد مراكز أو ملاهي ليلية. لم تكن الصلاة ضمن البرنامج التدريبي الذي خضع له في أوروبا، لكنه عندما رأى أهميتها بالنسبة لليمنيين قرر أن يقتني عدداً من الكتب لتعلمها، وكان ذلك ضرورياً حتى لا يشك به أحد. وظل يتدرب على التعرف على الصلوات الخمس كما تكشف ذلك هذه الوثيقة التي نجد فيها أيضاً تعليقاً للجهات الأمنية حول أسباب ذلك. خلال مكوثه في صنعاء اهتم بمعرفة القبائل اليمنية بتاريخها وأسماء مشايخها ودورهم في المجتمع. ومما يثير الانتباه تركيز الجاسوس على الجانب العسكري، فقد باشر مهمته بالسؤال التالي: هل هناك تجنيد إجباري في البلد أم لا؟ بحكم خبرته لم يترك الجاسوس الكثير من التفاصيل اليومية للمجتمع اليمني إلا ودونها في مسودات أولية تحوي كلمات ليست إلا إشارات ورموز يستعين بها عند كتابة تقريره النهائي. فقد يختصر الوضع السياسي في اليمن وقتها برصد طرفة يتداولها اليمنيون أو كما قال أبناء القبائل. ومن خلال هذه الطرفة كان بإمكان القيادة الإسرائيلية معرفة حجم الوصاية السعودية على الدولة اليمنية. فمما كان يتداوله أبناء القبائل أن الحاكم الفعلي لليمن هو الملك فيصل وليس القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس ما كان يعرف بالمجلس الجمهوري. كانت الحديدة بالنسبة لباروخ الهدف الأبرز، فهي المنفذ التجاري والبحري الرئيسي للجمهورية العربية اليمنية. تجول في شوارع المدينة ورصد معظم الظواهر من حركة المواطنين ونشاطهم اليومي واهتماماتهم المختلفة. خصص جزءاً كبيراً من وقته أثناء مكوثه في المدينة الساحلية للوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالميناء، وراح يرسم خارطة تقريبية لأبرز منشآته من الرصيف إلى المخازن والمستودعات وحتى فروع الشركات ومكاتب الموظفين. امتلك باروخ مهارة رسم الخرائط وتحديد المسافات والأحجام إضافة إلى وصف الأشياء على حقيقتها، وهو ما يتضح من خلال الخرائط التي أعدها لميناء الحديدة. نختار هنا بعضاً مما دونه من تفاصيل ومعلومات عن ميناء الحديدة. يقع المخزن وهو الوحيد على بعد 40 متراً من الرصيف،
وطوله حوالي 100 متر وعرضه لا يزيد عن 50 متراً، وله أبواب خشبية مغلقة عدا واحد يظل مفتوحاً وهو الأول من ناحية الجنوب. ثم ينتقل إلى ما يوجد داخل المخزن. إذا دخلنا من الباب الذي يطل على رصيف الميناء فترى من ناحية اليمين نجد مكاتب الموظفين، وفي الجهة الجنوبية للمخزن توجد مساحة صغيرة عليها بعض الصناديق الفارغة، وفي الجهة المقابلة للمخزن يوجد طريق عرضه 5 أمتار. ثم يتحدث بالتفصيل عن مباني الميناء. ثم بناء قديم من طابقين وهي بوابة الميناء. في الطابق الأول عدة نوافذ صغيرة يجلس فيها موظف الجوازات. ثم يتحدث عن المنشآت حول الميناء فيذكر المعسكرات والمسافات بين كل معسكر والميناء والأراضي المفتوحة وماذا يوجد بها كما يقول هنا. توجد مساحة من الأرض طولها حوالي 80 متراً يكدس عليها مواسير وبراميل وخلافه. وعن كيفية دخوله إلى الميناء فقد أشار إلى حصوله على تصريح من السلطات باعتباره تاجراً مغربياً. في 26 من مايو 1972 كان باروخ قد استكمل مهمته بنجاح، وكان عليه أن يغادر إلى تعز ومنها يعود إلى أسمرة ثم نيروبي، وهناك كان من المقرر أن يسلم تقريره النهائي عن اليمن الشمالي لقيادة الموساد. لكنه قرر أن يلتقط المزيد من الصور لمنطقة شمال الميناء بعد أن كان قد نجح في الوصول إلى الصليف وكمران. كان قائد كتيبة المدفعية بالدفاع الساحلي في المنطقة ذاتها التي كان باروخ يلتقط الصور فيها. حسه الأمني دفعه إلى الشك في طبيعة مهمة الجاسوس الذي قدم نفسه على أنه مجرد سائح مغربي يهوى التقاط الصور. محاولة باروخ تقديم رشوة مالية كبيرة لإخلاء سبيله ضاعفت من شكوك الضابط الذي أصر على اقتياده إلى الإدارة العامة لأمن الحديدة. لم يكن هذا الضابط يعلم أنه وبهذه الخطوة كان قد كتب بداية سقوط الموساد في اليمن. كانت طريقة الملفتة، طريقة التصوير، طريقة اهتمام بين الزوايا التي كانت تلتقط الصور منها جعلت الجندي يركز على الرجل، وبشكل تلقائي شعر أن في شيء فألقى القبض عليه، وكان يظن الرجل أن اليمنيين الحس الأمني ضعيف جدا عندهم. ولكن مما زاد عقد الأمور هو قضية محاولة دفع رشوة 2000 دولار. العسكري فوجئ بهذا المبلغ فشعر أن في الموضوع شيء. حاولت السلطات اليمنية إخفاء تفاصيل واقعة القبض على الجاسوس لتظل هذه القضية طي الكتمان خلال العقود الماضية. اليوم وبعد ما يقارب 5 عقود نكشف اسم الشخص الذي ألقى القبض على الجاسوس. فوثائق القضية تتحدث أن السلطات الأمنية بقيادة محمد خميس كانت تتعقب الجاسوس. في تاريخ 25 من مايو 1972 أي قبل يوم واحد من إلقاء القبض على باروخ، رفع محمد خميس مذكرة إلى وزير الداخلية يطلب فيها الإذن بإلقاء القبض على أحمد الصبار. وفي الوقت ذاته يرفع الوزير إلى رئيس الأركان، ثم يصل التوجيه إلى رئيس القضاء العسكري الذي يوجه وفي اليوم ذاته أيضاً وزير الداخلية بالقبض على المذكور. ونجد أن الوزير بدوره يوجه خميس بالتنفيذ، وكل ذلك كان خلال يوم واحد فقط. غير أننا وبعد بحث طويل توصلنا إلى أن السلطة حاولت إعادة ترتيب ملف القضية بإصدار أوامر التعقب والقبض بتاريخ سابق، بحيث تنسب هذا الإنجاز لنفسها وتصادره عن النقيب محمد المقبلي الذي ينتمي للدفاع الساحلي، وحسه الأمني كمواطن يمني من دفعه إلى إيقاف الجاسوس وتسليمه، إضافة إلى زميله الذي شاركه عملية إلقاء القبض على الجاسوس كما توضح وثيقة الأمن الوطنية. المتتبع لتفاصيل القضية لن يتمكن بسهولة من الوصول إلى هذه النتيجة إلا بعد الاطلاع على تقرير الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث وردت فيه تفاصيل إلقاء القبض على الجاسوس إضافة إلى وثيقة تسليمه إلى إدارة أمن الحديدة.
ناهيك عن اعتراف الجاسوس نفسه حول كيفية القبض عليه. حاولنا الوصول إلى المقبل بعد أن تساءلنا عما إذا كان لا يزال حياً أم لا. كانت النتيجة أنه توفي قبل عدة سنوات. ثم حاولنا الوصول إلى زميله الذي لم تكشف وثيقة الأمن الوطني عن اسمه. وخلال عملية البحث وقعت في أيدينا هذه الوثيقة، وهي عبارة عن مطالبة تقدم بها ورثة علي محمد إسماعيل إلى قائد الحرس الجمهوري للإفراج عن مرتب المذكور، كونه يقف خلف إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي في الحديدة كما تقول المذكرة. فهل يكون هذا الشخص هو من ساعد المقبل في إلقاء القبض على الجاسوس كما تشير إلى ذلك وثائق الأمن الوطني؟ السؤال الأبرز، لماذا تنكرت السلطات اليمنية لمثل هؤلاء ولم يحظوا بالتكريم والاهتمام؟ باشرت السلطات الأمنية في الحديدة التحقيق مع المتهم أحمد الصباغ الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه قام بتصوير بعض المواقع العسكرية عن طيب خاطر، فلم يكن على علم مسبقاً بأن المنطقة التي كان يصور فيها عبارة عن مواقع عسكرية. بعد تفتيش غرفة الصباغ في الفندق الذي كان يقيم فيه، عثرت السلطات بحوزته ما كان يكتبه من تقارير بعدة لغات، إضافة إلى الصور والخرائط التي كان يرسمها بيده. لمعرفة كل ما كان بحوزته، كان لابد من الاطلاع على تقرير متكامل أعدته إدارة الأمن الداخلي بعد نقل باروخ إلى صنعاء، فقد وردت فيما كان يدونه عبارات وأسماء وعناوين، البعض منها كتب بالعربية والجزء الأغلب منها كتب بلغات أجنبية. بعد الاستعانة بمترجمين، توصلت الجهات الأمنية إلى أن المتهم كان يحرص أن يكتب باللغة العربية، ما يؤكد أنه تاجر. أما ما يتعلق بمهمته كجاسوس فكان يكتبه بلغات أخرى. يوضح تقرير المضبوطات العثور على 320 صورة، معظمها لمواقع عسكرية وحيوية، منها للميناء والمواقع العسكرية والقوات البحرية والسواحل والمدفعية، ليس فقط في الحديدة بل وفي صنعاء والتعز. وردت عبارات واضحة في أوراقه نقلها التقرير: مطار مدني شمال الحديدة ويبعد عنها من 3 إلى 4 كيلومترات، أقرب إلى طريق تعز. ثم يقول: طائرات حربية ومدنية. من الصفحة 7 في التقرير بدأ الجاسوس رحلته من تعز إلى صنعاء، ودون كل ما سيشمله تقريره النهائي لقيادة الموساد عن المواقع والمعسكرات والحياة الاجتماعية والاقتصادية. في الصفحة 13 يذكر التقرير ما رسمه المتهم من خرائط عن ميناء الحديدة وعن المواقع العسكرية. وفي الصفحة 15 نجده يتطرق إلى مقرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية في المدينة. ولعل ما يثير الانتباه ما ورد في الصفحة 19، حيث يذكر الجاسوس: التخطيط الزراعي المتبع. ثم يكتب: لا يوجد تجنيد إجباري، والجندي يتقاضى مرتب. وفي الصفحة 20 من التقرير كذلك عثور الأجهزة الأمنية على خارطة تشمل النصف الغربي من العاصمة صنعاء، وفيها أبرز المؤسسات الحكومية والأهلية والمعسكرات، ولم ينس كذلك المقابر. يلي ذلك توضيح لخريطة رسمها المتهم عن ميناء الحديدة، شرح فيها معظم التفاصيل، منها مداخل الميناء البحرية والمواقع الاستراتيجية المحيطة بالميناء ومواقع المدفعية وبعض الجزر والشوارع المرتبطة بالميناء والمعسكرات. رغم كل تلك الأدلة على حقيقة نشاط التاجر المغربي أحمد الصباغ الذي كان لا يزال يخفي شخصيته الحقيقية، إلا أن هناك من كان يعمل على إخلاء سبيله في ظل حالة من الارتباك أصيبت بها السلطة خلال تعاملها مع هذا الملف. ضعف الإجراءات الحكومية التي شابت موضوع باروخ ناتج عن ضعف الأداء الحكومي الناتج عن سيطرة المملكة العربية السعودية على الجانب الأمني في اليمن بالذات بعد اتفاق سنة 70،
وبالتالي أيضا حصلت كثير من الإشكالات، إنه ما استطاع الجهاز الأمني إنه يفحص الجواز أو يتواصل مع المملكة المغربية ليسأل عن هذا الشخص إلى آخره، وبالتالي كان باروخ يتلاعب بالأجهزة الأمنية في أثناء التحقيقات. واتضح فيما بعد أنه الرجل كان متمرس في الأعمال الاستخباراتية ولديه الكثير من الأجهزة والمعدات التي أتى بها إلى اليمن، وتمكن من خلالها أن يلتقط كثير من الصور ويرسل كثير من المعلومات، مستفيدا من الخلل الأمني الذي كان ناتج عن الصراعات داخل اليمن وعن الهيمنة السعودية على الأجهزة الأمنية الناتجة عن اتفاق سنة 70. في 29 من يونيو وبعد أن كانت على وشك الإفراج عنه، قررت السلطات الأمنية في الحديدة نقل المتهم إلى صنعاء. وفي الطريق حاول المتهم إقناع الضابط إخفاء بعض الأدلة التي كانت بحوزته، منها ما يتعلق بالصلاة. وبعد عدة أيام من احتجازه في مقر وزارة الداخلية، قررت السلطات فتح أول تحقيق معه، وذلك في 5 يونيو عام 1972. شكلت الخرائط والصور وما دونه باروخ في أوراقه من معلومات، إضافة إلى مواد الحبر السري، أدلة دامغة أمام السلطة اليمنية لتأكيد النشاط التجسسي للمتهم. غير أن باروخ برر ما كان يرسمه من خرائط وما يدونه من معلومات وما يحتفظ به من صور من خلال تبركة قصة درامية لا يمكن الشك في عدم صحتها، فقد قدم نفسه على أنه بالفعل يعترف بكل ما لديه، فهو ليس إلا تاجراً أجبرته الظروف للعمل مع خلية تابعة للمخابرات الأمريكية. وللتقليل من وقع ما كان بحوزته من صور ووثائق، قال إن الخلية الأمريكية مكلفة باستهداف الاتحاد السوفيتي والنشاط الشيوعي في المنطقة، وكان يهمها أن تعرف تفاصيل الوجود السوفيتي في الحديدة. من خلال هذا الاعتراف، كان باروخ زكي مزراحي يرسم طريقاً أمام سلطات التحقيق من أجل إخلاء سبيله. ومع استمراره في تأكيد هذه الرواية، كان قاب قوسين من الخروج من السجن، ولا يمكن التوصل إلى هذه النتيجة إلا من خلال قراءة المشهد السياسي في اليمن والمنطقة وقتها. الهدف مما أورده الجاسوس بشأن عمله مع خلية أمريكية وأنه مكلف برصد النشاط الشيوعي، الهدف منه استعطاف السلطات بصنعاء التي كانت وقتها وبضغوط سعودية تعمل على الترتيب لإعادة تطبيع العلاقات مع واشنطن، إضافة إلى أن تعليمات الموساد لجواسيسه أن يدعوا عملهم مع المخابرات الأمريكية في حال ألقي القبض عليهم من أجل الحماية، وكذلك تبرير تدخل السفير الأمريكي في الدولة التي ألقي القبض على الجاسوس فيها. كان باروخ مدرباً بشكل جيد على مقاومة التحقيقات، وتمكن من تضليل سلطات التحقيق التي وجدت نفسها أمام عدة خيارات، منها استمرار احتجاز المتهم في وقت كانت فيه الأيادي الخفية في السلطة قد عادت للعمل من أجل الإفراج عنه وإغلاق ملف القضية. غير أن نائب القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم الحمدي حسم القضية من خلال طلب الاستعانة بالمخابرات العامة المصرية. استجابت المخابرات المصرية للطلب اليمني، وأرسلت على الفور ضابطاً من قسم مقاومة التجسس وخبيراً مختصاً بتحليل الصور. وهنا أصبح الجاسوس أمام مرحلة صعبة، لكنه كان قد أعد العدة لذلك. فور وصول الضابط وخبير قراءة الصور إلى صنعاء، باشر الضابط إجراءات الاطلاع على ملف التحقيق، فيما ركز الخبير على التدقيق في الصور. كانت الصور لا تثير أي شكوك إذا اطلعت عليها كل صورة على حداها، لكن ماذا لو جمعت الصور بجوار بعضها؟ بهذا التساؤل استمر الخبير في قراءة وفحص الصور حتى كانت المفاجأة. إذا جمعت الصور مع بعضها تشكلت أمامك صورة متكاملة عن ميناء الحديدة ومن مختلف الزوايا، مما يثير الشك حول إمكانية استخدام هذه الصور المتكاملة عن الميناء لأغراض أمنية وعسكرية. ازدادت الشكوك حول حقيقة التاجر المغربي مع اكتشاف آخر يتعلق بنوعية الكاميرا المستخدمة في التصوير. استطاع من خلال وجوده في الحديدة أن يستخدم كاميرا التي تستخدمها الآن، البانوراما، فكرة البانوراما، لكن بكاميرا احترافية خاصة بأجهزة المخابرات، ويقوم بالتقاط الكثير من الصور لميناء الحديدة وخلفية ميناء الحديدة
وإنزال الحاويات والعمال وإجراءات الميناء الحديدة إلى آخره. للتأكد أكثر جرى التواصل مع المغرب لمعرفة حقيقة المتهم وهل بالفعل يتمتع بالجنسية المغربية كما يؤكد ذلك جواز السفر الذي يحمله. بعد 24 ساعة فقط نفت السلطات المغربية أن يكون المتهم أحد رعاياها وأن يكون الجواز صادراً عنها. على ضوء تلك المعلومات سمحت السلطات اليمنية للضابط المصري بلقاء المتهم في سجن وزارة الداخلية بصنعاء. وعد الضابط المتهم بالمساعدة وعرض عليه إبلاغ السفارة المغربية حتى تتدخل لدى السلطات اليمنية للإفراج عنه باعتباره مواطناً مغربياً. لم يكن ذلك إلا فخاً نصبه الضابط للمتهم لمعرفة ردة فعله. سارع المتهم إلى رفض ذلك بشدة، وبهذه الوسيلة اعترف المتهم بأن جوازه مزور، لكنه لم يعترف بكل الحقيقة حول طبيعة نشاطه والجهة التي يعمل لصالحها. تحريات عدة أجرتها السلطات المصرية لمعرفة حقيقة ادعاءات المتهم لا سيما تجنيده في نيروبي. كانت النتيجة صادمة، فجميع ما أدلى به المتهم لم يكن صحيحا. قرر الضابط مكاشفة المتهم بذلك، وهنا انتقل باروخ إلى خطوة أخرى تقتضي ادعاء قصة جديدة تتناسب وقدرات الضابط المصري المكلف بالتحقيق. فقدم نفسه على أنه يوسف يعقوب سالم، ثم راح يسرد تفاصيل قصة يوسف يعقوب من ميلاده في مصر حتى هجرته إلى فلسطين المحتلة، محاولا إنكار أي صلة له بالاستخبارات الإسرائيلية. وصدقني أنا جبت لك كل الكلام صحيح في آخر جلسة وأنت بتذكر، وبعدين أنت وعدتني إنك تطلعني من عند اليمنيين. أرجوك أنا جبت الحقيقة كامل. هذا كل الكلام، أرجوك تطلعني من هنا. أنت اسمك الحقيقي مش يعقوب، أنت باروخ زكي. كانت المعلومات التي أوردها المتهم غير صحيحة وتمت مواجهته بذلك، وهو ما دفعه أخيراً إلى الكشف عن شخصيته الحقيقية. وهنا بدأ يعترف وبخط يده بكافة المعلومات التي ظل لأكثر من شهر يرفض الإدلاء بها. من واقع الاعترافات الأولية شعر الجانب المصري أنه أمام جاسوس له مكانة مهمة في جهاز الموساد ويمتلك معلومات مهمة. عندما وصلت المعلومات إلى الرئيس السادات عن وجود جاسوس إسرائيلي في اليمن تساءل مستغربا، لماذا اليمن؟ وجودي في اليمن لم يكن لمجرد تنفيذ عملية عادية، بل لتنفيذ مهمة استثنائية تعد من أبرز المهام والعمليات الاستخباراتية في جهاز الموساد بالمنطقة. الأمر يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل. هكذا تحدث الجاسوس وهو يكشف طبيعة المهمة التي كلفته بها قيادة الموساد. يقول الجاسوس في اعترافاته للضابط المصري: تمكنت من زيارة الجزر اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية، وأن باب المندب مهم جدا لإسرائيل، فيمكن إغلاق باب المندب بوضع حراسة بطرفه الجنوبي أو الشمالي مع وضع عدد مناسب من الألغام في المجرى الذي يقع بين الجزر وبين الشاطئ الإثيوبي، وفي هذه الحالة ستمنع السفن الإسرائيلية وحدها من المرور. إن إغلاق المضيق سوف يخنق إسرائيل التي لا تستطيع أن تتحمل طويلاً قطع الشريان الوحيد الذي يربطها بنصف العالم. في صنعاء كان وزير الداخلية علي سيف الخولاني مصراً على عقد مؤتمر صحفي للكشف عن إنجازات الأجهزة الأمنية اليمنية وشرح تفاصيل المخطط الإسرائيلي لاستهداف اليمن. عثرنا خلال رحلة البحث على مسودة أولية لذلك المؤتمر إضافة إلى جزء من تفاصيله، إذ أورد الخولاني معلومات خطيرة تتعلق بتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية على اليمن. يقول وزير الداخلية اليمني في رده على سؤال أحد الصحفيين:
الكيان الإسرائيلي سارع إلى إرسال الجاسوس لوضع المخطط العسكري لتأديب اليمن الشمالية والجنوبية بطريقة تحتفظ بها الوثائق التي لدينا، وذلك عقب تعرض سفن في البحر الأحمر لإطلاق نار. ثم يتحدث الوزير عن تعاون يمنيين في إشارة إلى تجنيد يمنيين للعمل مع الموساد، فقد تم إلقاء القبض على 3 أجانب و5 يمنيين. تحدث باروخ ضمن اعترافاته أن الحديدة هي المنطقة الاستراتيجية الوحيدة بالنسبة لشمال اليمن، وأن استهدافها هو الخيار ليس أمام الكيان الإسرائيلي فحسب، بل أمام أي دولة تدخل في حرب مع اليمن. إن أي استهداف للمصالح الإسرائيلية منها حركة الملاحة في هذه المنطقة، وكان هذا الاستهداف من المياه الإقليمية للجمهورية العربية اليمنية، فستقوم إسرائيل بتوجيه ضربة تأديبية تستهدف من خلالها القوات الإسرائيلية ميناء الحديدة. وإذا كان استهداف أي سفينة إسرائيلية من المياه الإقليمية التابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فستقوم إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية تستهدف ميناء عدن. ومن خلال مطالعة الاعترافات نجد إشارات إلى وجود مخطط إسرائيلي لاحتلال الساحل الغربي لليمن، إضافة إلى بعض الجزر من أجل تأمين الملاحة الإسرائيلية والهيمنة على منطقة جنوب البحر الأحمر. غير أن التوسع الكبير للكيان الإسرائيلي بعد حرب حزيران 67 هو السبب الرئيسي وراء تراجع القيادة الإسرائيلية عن تنفيذ مخطط احتلال الشواطئ اليمنية، حيث كان الجيش الإسرائيلي يشغل الجبهات الشمالية مع سوريا والجنوبية مع مصر والشرقية مع الأردن، ولم تكن هناك قوات إضافية لفتح جبهة رابعة جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى ما تتطلبه العملية للاحتفاظ بالمنطقة التي سيتم احتلالها والإمدادات المطلوبة بشكل مستمر لتحقيق ذلك. خلال فترة احتجازه بصنعاء كان باروخ يعترف للضابط المصري بأنه لم يتوقع أبداً أن تكون نهايته على يد أحد اليمنيين، مبدياً ندمه الشديد لذلك، فاليمنيون كما وصفهم رؤسائه في الموساد بأنهم متخلفون وجهلة. في التحقيقات اعتبر إلقاء القبض عليه في اليمن نكسة مدوية للمخابرات الإسرائيلية، ذلك ما دفعه إلى القول أثناء التحقيقات: القبض علي في اليمن مؤشر على صدق نظرية صهيونية تقول إن العرب سوف تتوفر لهم المعرفة، وإن تفوقهم البشري سوف يكون كفيلاً بالقضاء على إسرائيل. نتيجة الاهتمام المصري بالقضية كان ملف الجاسوس الإسرائيلي قد انتقل إلى الرئاسة في صنعاء. الاتصالات المتبادلة بين قيادة البلدين تركزت حول الطلب المصري نقل الجاسوس إلى القاهرة. الجانب اليمني وافق على نقل الجاسوس إلى مصر، لأنه كانت اليمن أخذت المعلومات التي تريدها منه، ووجدت أنه بقاءه لديها ليس له فائدة إلا أنه يبقى في السجن، فشعرت أن مصر ممكن تستفيد منه أكثر من اليمن، فتواصل السادات مع الرئيس الإيراني في ذلك الوقت، تم الاتفاق على تسليم رامس، وكان وراء هذا الاتفاق إبراهيم حمدي. في الأثناء تداولت وسائل الإعلام أخبار إلقاء القبض على شبكة تجسسية إسرائيلية في اليمن. اهتزت تل أبيب لذلك النبأ، وعلى الفور اتخذ الموساد إجراءاته. البداية كانت بوصول الإثيوبي صالح عبد القادر كبير إلى صنعاء مدعيا أنه محامي، وطلب اللقاء بموكله أحمد الصباغ في السجن. كان المحامي مرتبطاً بجهاز الموساد وضمن خلية عمل طارئة شكلت في أديس أبابا، مهمتها العمل على الإفراج عن باروخ بأي ثمن. في صنعاء قدم المحامي الرشاوى لبعض المسؤولين اليمنيين وعرض دفع مبالغ مالية كبيرة لقاء التعاون معه. في تلك الفترة تمكنت المخابرات الإسرائيلية من استقطاب دبلوماسيين ومسؤولين يمنيين دون أن تخسر أموالاً كثيرة، فالبعض منهم كان صندوق من زجاجات الويسكي يكفي لتجنيده. كانت أول مهمة ينجح بها الجاسوس باروخ زكي مزراحي تتعلق باليمن هي حصوله على نسخة من الجواز اليمني، وذلك أثناء تواجده في أديس أبابا. حصل على تلك النسخة من قبل دبلوماسي يمني مقابل كمية من الخمور،
وسارع حينها إلى إرسال نسخة الجواز اليمني إلى تل أبيب ليستخدمها الموساد في إرسال جواسيس إلى بلدان أخرى يحملون الجنسية اليمنية. العروض المقدمة للجانب اليمني من خلال وسطاء تمثلت في دفع مبلغ مالي كبير، قبل أن يضاف إلى هذا العرض استعداد الكيان تزويد اليمن بشحنة أسلحة كاملة إذا ما استجاب للطلب الإسرائيلي. خلال التحقيقات تحدث باروخ عما أسماها الفدية مقابل الإفراج عنه، وذلك في رسالة على ما يبدو أن السلطات اليمنية سمحت له بكتابتها وسلمت لجهة ثالثة لتصل إلى الكيان الإسرائيلي. يقول فيها: المصريون تدخلوا في التحقيق وأرسلوا المحققين الذين حققوا معي، ثم أرسلوا ثانية ضابطا كبيرا برتبة لواء. من الطبيعي أن تقوم الدولة التي أنا مواطن فيها بتقديم فدية إلى الحكومة اليمنية مقابل تسليمي إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي، وهذه الفدية تشمل مبلغاً من المال إضافة إلى أسلحة دفاعية سيتم التفاوض عليها عن طريق هيئة الصليب الأحمر. في محاولة الموساد البحث عن باروخ قبل معرفة خبر احتجازه، تظهر الوثائق أن شخصاً ادعى أنه شريك أحمد الصباغ قد أرسل إلى فندق الإخوة بالحديدة ليسأل عن شريكه. وثيقة أخرى تؤكد أن جهات إثيوبية حاولت الوصول إلى معلومات عن مصير الصباغ من خلال التواصل مع قيادة محافظة الحديدة. كانت تحركات المحامي الإثيوبي في صنعاء تثير الشكوك، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغات من مواطنين بشأن نشاطه، وخلال تفتيش غرفته عثرت السلطات على وثائق خطيرة. فورود اسم جاستون رين كان يكفي لمعرفة الحقيقة، وهو ما تكشفه توضيحات الأمن اليمني للجانب الإثيوبي الذي حاول الاستفسار عن أسباب التحفظ على المحامي. يرد في الوثيقة: وبتفتيش وفحص كل ما وجد بحوزته من الوثائق الخطية، اتضح لنا أن اتفاقية عقدت بين المحامي وشخص يدعى جاستون رين تحتوي على 10 بنود. من ضمن تلك البنود ترتيبات تتعلق بدفع المحامي رشاوى للمسؤولين اليمنيين. يكشف التقرير أن المحامي حاول الوصول إلى المعلومات التي كان الجاسوس باروخ يحاول الوصول إليها لا سيما العسكرية منها. وخلال التحقيقات أبدى المحامي استعداده لاستدراج جاستون رين إلى اليمن انتقاما منه. امتدت الإجراءات اليمنية إلى منح موظفة سابقة في السفارة الإثيوبية مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد التأكد من ضلوعها في العمل ضمن شبكة تجسس إسرائيلية في اليمن. بعد فشل الخيارات الدبلوماسية انتقلت العروض الإسرائيلية للجانب اليمني من الترغيب إلى الترهيب. فبعد أن علمت القيادة الإسرائيلية طلب مصر من اليمن تسليم الجاسوس إليها، سارعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، منها استنفار الجيش الإسرائيلي بقواته البحرية والجوية، فيما قام جهاز الموساد باستدعاء عددا من اليهود الذين هاجروا من اليمن وبدأ يعمل على تدريبهم بشكل مكثف استعدادا لإرسالهم إلى صنعاء. كانت المجموعة الأولى قد وصلت إلى إثيوبيا وبدأت تأخذ طريقها عبر البحر ومن خلال القوارب إلى الساحل اليمني. ساهم الجواسيس والعملاء اليمنيون في تسهيل مهام الفرق والوصول بها إلى صنعاء. لم تنتهي القصة بعد. في 21 يوليو كانت صنعاء على موعد تنفيذ أول عملية أمنية لجهاز الموساد الإسرائيلي من خلال محاولة اغتيال الضابط المصري وكذلك اغتيال باروخ. قامت المجموعة بنصب كمين محكم في منطقة غرب العاصمة اليمنية مستخدمة الزي الخاص بالأمن اليمني بعد أن استعدت بشكل جيد لتنفيذ العملية. فشلت العملية ونجا الضابط بأعجوبة. تمكنت السلطات اليمنية من القبض على أحد أعضاء المجموعة الذي أرشد بدوره على بقية الأعضاء. خلال رحلة البحث لم نتمكن من الوصول إلى مصير المجموعة وكيف تعاملت معها السلطات في تلك الفترة،
غير أن الصحفي المصري ماهر عبد الحميد والذي سمح له بالاطلاع على ملف القضية أثناء حكم الرئيس الحمدي أكد أن الضغط الشعبي والتوجه العربي ضد الكيان الإسرائيلي وقتها دفع السلطات إلى إعدام كل أعضاء المجموعة المكونة من عدد من اليهود الذين هاجروا من اليمن إلى فلسطين المحتلة وأصبحوا جنوداً إسرائيليين. كانت كل تلك الأحداث مؤشراً على خطورة الموقف. قررت السلطات نقل باروخ بسرية تامة من وسط العاصمة إلى شمالها برفقة الضابط المصري مع 3 أفراد حراسة من الجنود اليمنيين. تتحدث بعض وثائق التحقيق عن درس اعتقدت السلطات أنه مسموم كان من ضمن ما تم العثور عليه أثناء تفتيش غرفة المتهم. شكوك السلطات بلجوء الجاسوس إلى الانتحار دفعها إلى إخضاعه المستمر للرقابة لا سيما بعد أن حاول الانتحار مرتين، الأولى بعض شرايين معصم يده اليسرى بأسنانه في مكان احتجازه كما يكشف ذلك وزير الداخلية اليمني في تصريحاته، والثانية بواسطة حك معصم يده اليمنى بأحد أحجار أرضية المكان الذي يقيم فيه. كان باروخ يدرك أن الموساد سيرسل من يتولى التخلص منه لا سيما بعد أن أدلى ما بحوزته من معلومات، غير أن فشل عملية التخلص منه في صنعاء دفع القيادة الإسرائيلية إلى إعادة تفعيل الخيار الدبلوماسي مرة أخرى. في باريس كان هناك وسيط فرنسي يقدم عروضاً مغرية لدبلوماسي مصري من بينها صفقة تبادل أسرى لقاء الإفراج الفوري عن باروخ. في ثاني لقاء بينهما اعترف الوسيط الفرنسي للسفارة المصرية أن الجاسوس له أهمية بالغة لدى المخابرات الإسرائيلية ولم يستبعد أن يتجه الكيان الإسرائيلي إلى استخدام القوة للإفراج عنه أو التخلص منه. كان سرب من الطائرات الإسرائيلية على استعداد لاعتراض الطائرة التي كانت ستقل الجاسوس من صنعاء إلى القاهرة، وهناك عرض البحر كانت زوارق وسفن حربية أيضاً تجول البحر الأحمر في دوريات مستمرة لا تتوقف إضافة إلى استنفار مروحيات متخصصة في التعامل مع الغواصات. كان الهدف منع وصول الجاسوس إلى القاهرة بأي ثمن كان. دفعت التطورات الأخيرة صنعاء إلى الإسراع في عملية تسليم الجاسوس إلى مصر الذي يقع على عاتقها اختيار الطريقة المناسبة لنقله إلى القاهرة، غير أن السفير المصري بصنعاء طلب من الجهات اليمنية تأجيل عملية النقل لأسباب أمنية كما توضح هذه الرسالة. بعد عدة أيام تولت المخابرات المصرية عملية استلام الجاسوس من الجانب اليمني، وفوراً انتقل الضابطان المصريان مع الجاسوس نحو مدينة الحديدة دون أي حراسة وفق خطة مسبقة تقتضي المزيد من التمويه وعدم إثارة الشكوك. في الطريق لم يتوقع الضابطان أن الجاسوس سيحاول الهرب مستغلاً توقفهم للاستراحة. سرعان ما تمكن الضابطان من إلقاء القبض عليه مرة أخرى وإعادته إلى السيارة، ثم انطلقا نحو الحديدة حيث كان من المتوقع أن تكون غواصة مصرية بانتظارهم قبل أن يتم تغيير الخطة. في طريق العودة إلى صنعاء حاول الجاسوس الانتحار بتقطيع شرايين يده بآلة حادة بعد أن أصابته حالة من الانهيار النفسي. مشاهد الدماء أثارت شكوك جندي يمني في نقطة عسكرية غرب العاصمة صنعاء، فقرر التحفظ على الضابطين والجاسوس. لم يكن أمام الضابطين إلا محاولة الاتصال بنائب القائد العام إبراهيم الحمدي الذي أمر بالإفراج عنهما. ومع وصول الضابطين إلى صنعاء التقيا بالحمدي الذي ناقش معهما إمكانية نقل الجاسوس جواً، لكن الغواصة لم تظهر. لقد كان هناك فارق زمني أو أن الجانب المصري كان قد قرر أن يستعيض الفكرة بفكرة أخرى. كان موقف الضابطين المسؤولين عن العملية صعب جدا ومحرج ومقلق أيضا بالنسبة لهم، ولذلك قالوا أن يعودوا به إلى صنعاء ويستعينوا بالرئيس الشهيد الحمدي وقتها الذي كان في وزارة الداخلية، وتم الاستعانة بالرئيس الحمدي
الذي قرر أن يناقش مع الجانب المصري إمكانية نقله بطائرة ترسو في مهبط ترابي بالقرب من العاصمة صنعاء، وعرض كل التسهيلات الممكنة. مع وصول باروخ إلى القاهرة تعرض جهاز الموساد لانتكاسة مدوية، واستفادت مصر مما قدمه من معلومات لا سيما الأسرار العسكرية في شن هجومها المباغت على القوات الإسرائيلية يوم 6 أكتوبر 1973. كان من ضمن خطة الهجوم إغلاق باب المندب، فبعد شهر كامل كانت الخسائر الإسرائيلية جراء إغلاق المضيق تتجاوز $1 مليار، ناهيك عن تسريح آلاف العمال من المصانع وتوقف ميناء إيلات عن العمل. في مفاوضات وقف إطلاق النار كان الجانب الإسرائيلي يضع على رأس مطالبه فك الحصار عن باب المندب، فيما اهتم وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر بقضية الإفراج عن باروخ. تقول صحيفة الأخبار المصرية: زار وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر القاهرة بعد حرب 73 900 ألف للميلاد، وكان على رأس اهتماماته المطالبة بالإفراج عن باروخ. وفي محادثة جنيف ترك الجانب الإسرائيلي كل الموضوعات المطروحة وتساءلوا: لقد تم تبادل الأسرى، ولكنكم لم تفرجوا عن باروخ زكي مزراحي. رغم نقل باروخ إلى مصر ومن ثم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 1974، إلا أن التهديد الإسرائيلي لليمن تضاعف بعد ذلك في مرحلة شهدت فيها المنطقة محاولة فرض الهيمنة الإسرائيلية على منطقة جنوب البحر الأحمر. لم تتوقف محاولات الموساد في اليمن، فقد وقعت عدة شبكات تجسسية في قبضة السلطات. واحدة من تلك الشبكات كانت قد أحاطت الحمدي بمجموعة من العملاء الذين نقلوا للموساد كافة ما يريده من معلومات متعلقة بالجيش. أحد العملاء وهو ضابط في الجيش أبلغ الموساد أن بإمكانه الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها تنفيذ انقلاب عسكري والسيطرة على السلطة. مع وصول الحمدي إلى السلطة حدث أول تصادم مباشر بين اليمن والكيان الإسرائيلي، وتحديداً أواخر عام 1976. عقب الاعتداءات الإسرائيلية قرر اليمن إغلاق المجال الجوي لباب المندب، وحينها قال الحمدي: لليمن والعرب جميعاً عدو واضح ومعروف، وهو الصهيونية والكيان الإسرائيلي، وأن اليمن جيشاً وحكومة وشعباً على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضيه في أي ظرف وفي أي مكان وزمان. القوات المسلحة اليمنية ومن خلفها الشعب تؤدي واجبها وعلى أهبة الاستعداد للتصدي، ولا بد أن نعلم الغير الدروس في كيفية الدفاع عن الوطن في حال تهديد سلامة أجوائنا وأراضينا، وسيكون الدرس قاسيا. مع توجه الحمدي لمواجهة ذلك الخطر تعرض للاغتيال بعد أيام فقط من قراره تشكيل قوات للدفاع عن باب المندب. وباغتياله توقف الجهد اليمني لفرض السيادة على المياه الإقليمية والجزر، قبل أن تتجه سلطة الرئيس الأسبق علي صالح منذ عام 1995 إلى التطبيع غير المعلن مع الكيان الإسرائيلي. وفي العام 2007 كان من نتائج ثاني زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى صنعاء عقد اتفاق سري مع السلطة في تلك الفترة تتضمن التنسيق فيما يتعلق بالبحر الأحمر وباب المندب. وهنا تحقق الهدف الإسرائيلي بالعمل على أن تكون السلطة في صنعاء صديقة لإسرائيل. وفي الوقت الذي كانت فيه السلطة تتفق سراً مع الكيان الإسرائيلي، كانت تشن حروبها على من تبنوا ثقافة العداء للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. بعد عقد كامل من الحرب الأولى كانت المسيرة القرآنية تدق أبواب العاصمة لتبدأ تل أبيب في التعبير عن خشيتها جراء هذه التطورات المفاجئة. فالسلطة في اليمن لم تعد صديقة لإسرائيل، وباتت الشواطئ اليمنية بحسب الجيش الإسرائيلي شواطئ خاضعة لدولة معادية. جاء ذلك في وقت كانت فيه تل أبيب تمارس التحريض العلني على اليمن لشن العدوان عليه، قبل أن تصبح جزءاً من ذلك العدوان وتشارك فيه فعلياً. تمثل الهدف الحقيقي للعدوان إعادة تشكيل سلطة موالية له في صنعاء
تكون صديقة لإسرائيل، غير أن الكيان الإسرائيلي لم يدرك بعد أن يمن اليوم يختلف كثيراً عن يمن الأمس. وإذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو. بسم الله، الله أكبر، ليس هنالك ما نخشى.